خارج أرضه لم يخسر، فاز في مباراة، تعادل في ثلاثة، داخل أرضه هذه الأرقام أمامكم، خسر هذا على أرضه، ها على أرضه فاز في واحدة، تعادل في واحدة، خسر في ثلاثة، أهداف له خمسة، أهداف عليه خمسة خمسة، خارج أرضه فاز في واحدة، تعادل في ثلاثة، خسر صفر، له أربعة عليه واحد. وش السر؟ الخسارة في أرضه أكثر من، يمكن أحيانا يحاول يجازف في أرضه أنه يفتح الملعب ويخسر، هي المشكلة، المشكلة في المنظومة كاملة في إدارة كارتيرون صراحة. لا وغير كذا أنه حتى إدارة الاتفاق مع احترامي له يعني تغلي التذاكر يا خالد على الجماهير، معورتك مباراة الهلال اي اتذكره. لا لا هذه انا لما انا اجي مباراة زي هذه ما لا لا انا كل الانديه رفعت، لا لا خالد لا انا لما اجي انا عندي مباراة مهمة زي مباراة الهلال احتاج جمهوري يدعمني، ما اقدر اغلي على جمهوري على اساس انه يجي يساندني بالمبلغ هذا، مستحيل يا اخي. انا بجيب اربعة ولا خمسة عيال بقعد ادفع 500 600 على كل واحد 100 ريال، المفروض انه بعد برضه انا شفت الهاشتاجات طلعت ترى بعد المباراه وقبل المباراه. طيب محمد استفد. طيب احقاقا للحق، ها جميع الانديه في بعض المناسبات ترفع اسعار التذاكر ومعظمها، هذه بدايه الدوري ما قلنا بسم الله ورفعت بدايه الدوري يا خالد يعني صعب يعني انا الحين مباراه حاسمه طبعا انا ابي الجمهور يجي. الطائي ايش سوى اداره الطائي؟ سوت اللي بيحضر مباراه الخليج مباراة الهلال له خصم يعني، شوف يعني خلك زي كذا يعني احضروا مباراة لهم الأولوية انهم ياخذون مباراة الهلال، ما تجي بس قدام الهلال والنصر والاتحاد والأهلي الله يذكره بالخير. لا جت مباريات هذه ارتفعت الأسعار، لا حط حافز في مباراة قبل، تعال إذا حضرت هذه تحضر هذه بنص القيمة أو هذا يعني، هذه اللي نتمناه من إدارة الاتفاق إذا هي تبي جمهوره يدعم النادي. على حسب تصريحهم وتصريح معظم الإدارات يقول لك لا في سياسة بعض المباريات هذه الأسعار حتكون، وعلى حسب إذا كانت تنافسية أو لا.